يسالوني على هاي الملزمه هاي الملزمه موجوده بالمكاتب بملف وما موجوده يعني لا حد يقول لي على ملف ما موجوده ملف فقط ورقيه تشتريها من المكاتب تشتريها من المكتبه سعرها يكون ارخص يعني جدا رخيصه سعرها اصلا 150 80 60 صفحه حسب الاوراق اللي بيها يعني واحد يقول لي ملزمتك غاليه سعرها ب 10000 200 صفحه 200 صفحه ب 10000 يعني ما لازم الطابعي والشمس يعني 100 صفحه دا ياخذون من عندك 25000 المغرب دار المغرب بغداد 25 30000 الملزمه ما اعرف شنو شنو الغلة اللي ملزمتي 200 صفحه ملزمه عملاقه ب 10000 ويقول لك غالية طيب انا شو اعمل لك يعني انا ما عندي مطبعه انا ما قاعد اطبع يا اخوان انا صدقوني مو انا الطاوله عماكات قاعد تطبع الله شاهد عليك طيب خلونا نبدي مباشرة ما أريد أي كلام خارج المادة ما نريد نضيع الوقت نريد نبدي اولا راح نبدا باليونت الاول اللي هو ال 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 الكتاب انجليش جرامر نيوز كتاب النحو للمرحله الاولى كتاب القواعد هذا هو المضارع المستمر شوكم ملاحظه موجوده بالكتاب راح ناخذها وكذلك شوكم سؤال او استفسار لحضراتكم راح نجاوبكم عليه طيب نبدا الان من البدايه ركزوا وياي المضارع المستمر the present continuous القاعدة مالت الزمن فاعل زائدن is و are و am فعل يحتوي على ing زائدن تكملة فاعل is are am فعل ب ing زائد تكملة he work at school he is working at school he is working at school He is working at school. Work يعمل working. إذا تلاحظ ضفنا is لأن الفاعل مفرد و I enjoy إلى آخره. You work at school. You are working. خلينا ال are فعل بI enjoy والتكملة. I work at school. راح تصير I am working at school. إذا تلاحظ ال is وال are وال am هنا عندك قدامه كاتب لك هي شي ات ياخذون الاز والوي والذو واليو ياخذون الار والاي تاخذ الام he work at school he is not working at school إذا تلاحظون هاي بالنفي راح نخلي not he is not working at school he is not working at school هاي في حالة خلي نوت. نخلي not نفس الحكي ونخلي not بس مجرد نخلي نوت. ركز على not تصير وراء, وراء من تصير وراء الأفعال المساعدة الـ is والـ are والآر والآن في حالة السؤال نضع الإز والآر والآن في البداية you work at school are you working at school نخلي الافعال المساعده في بدايه الجمله طيب الان انتبهوا علي to talk about the use هنا الاستخدام مال الزمن نستخدم زمن المضارع المستمر to talk about actions that are happening now at the moment of the speaking الان بهاي اللحظه اللي انا قاعد اتكلم بيها هذه ال... بهاي اللحظه الانيه نستخدم زمن المضارع المستمر I am in the middle of doing it. أنا في وسط حدوث الفعل. I have started doing it and I have not finished it. يعني أنا بديت بالعمل وما انتهيت بعدني. بديت بالعمل. بدأت بالعمل ولم انتهي منه. بديت بالعمل ولم انتهي من هذا الحدث. هذا هو استخدام زمن المضارع المستمر. إذا مرة أخرى بدأت بالعمل ولم انتهي منه. يعني مثلا أنا قاعد أدرس جامعة. أنا طالب هسه بالجامعة مثلا. إذا أنا مستمر. أنا مستمر. بالدراسة ولم انتهي منه، انا قاعد ابنى بيت، انا مستمر بالبناء ولم انتهي من البناء، بدأ بالعمل ولم ينتهي منه، هذا هو زمن المضارع المستمر، اذا بدأ بالعمل ولم ينتهي منه، بدأ بالعمل ولم ينتهي منه، القاعدة قدامكم، القاعدة قدامكم، ناتي الان طلابنا الاعزاء الى الكتاب. طبعا عندنا هاي الامثله قدامنا راح نقراها يقول Please do not make so much noise رجاء لا تسوي ضوضاء I am trying to work انا قاعد اشتغل بديت بالعمل ولم انتهي منه بديت بالعمل بالعمل عفوا ولم انتهي منه وير از مارك طبعا طلابنا الاعزاء اكتبوها يمكن ملاحظه اكتب يمك ملاحظه كانت اذا بدات الجمله بفعل امر او سؤال إذا بدأت الجملة بفعل أمر أو سؤال إذا بدأت الجملة بفعل أمر أو سؤال إخوان هاي الملاحظات حاولوا تكتبونها بالكتاب على مود ما تضيع لأن أنا أدري بيكم تسوون دفاتر ودفاتركم تضيع لو تنشق لو تنباق فاكتبوها بالكتاب أحسن اكتبوها هنا بالكتاب إيه هنا بهذا الفراغ اكتب لي ملاحظة إذا بدأت الجملة بفعل أمر أو أداة سؤال في غالب الامر في غالب الامر او غالبا يعني غالبا غالبا ما نستخدم زمن المضارع المستمر يعني اذا أجدت الجمله علامه سؤال او فعل امر 90% راح نخلي زمن المضارع المستمر وير از مارك وين مارك والله قاعد يسبح ليتس جو اوت هذا فعل امر خلينا نروح It is نوت رينينج دينا مدى تنطر اذا اذا الحدث اللي اللي دائما باستمراريه الجمله اللي تبدا باداه سؤال وفعل امر دائما ناخذ لها زمن المضارع المستمر بليز رجاء dont make لا, لا تسوي ضوضاء هذا فعل امر دائما من عندك فعل امر اداه سؤال وطبعا اهم ننظر للمعنى يعني احنا اهم ننظر للمعنى اذا اجتك اداه سؤال في البدايه 90% 90% ايش راح نسوي راح نحط للجمله زمن المضارع المستمر زمن المضارع المستمر اكتبوا لي ملاحظه اخرى ايضا هنالك افعال تسمى افعال التغيير هنالك افعال تسمى افعال التغيير هذه الافعال تستخدم مع زمن المضارع المستمر عزيزه حوراء وكل هلا بيكم الملزمه اللي انا قاعد اشرح بها موجوده نعم بكل المكاتب تقدرون تشترونها. كتبوا لي ملاحظة ثانية عن زمن المضارع المستمر هنالك أفعال تسمى أفعال التغيير أكو أفعال يسمونها أفعال التغيير The change verbs The change verb. أفعال التغيير هنالك أفعال تسمى أفعال التغيير تستخدم مع المضارع المستمر دائماً تستخدم مع المضارع المستمر دائماً أي الأفعال دائماً نستخدمها ويزمن المضارع المستمر اللي هي مثل get و change become مثال على ذلك is your English getting better شوف هنا مسوي مسويها مضارع مستمر ليش لان هاي الافعال تجي ويا المضارع المستمر لان هاي الافعال تستخدم ويا زمن المضارع المستمر The, the population of the world is increasing انا عند الفعل increase اللي هو فعل يدل على التغيير هذا الفعل ياخذ مضارع مستمر اذا جاب لك بالامتحان increase لو is increasing تقول له لا increase It is increasing عفوا ليش مضارع مستمر؟ لانه هذا فعل تغيير نفس الحاله الجمله الاخيره الان راح ننتقل على التدريبات لا لا اذا جاءت اذا جاءت ملاحظه هاي ملاحظه الثالثه اذا جاءت أدوات الاستفهام مع مع الزمن إذا جاءت أدوات الاستفهام مع الزمن سوف تكون القاعدة تكون القاعدة أداة السؤال يعني اكتب لي يمك ملاحظة بالبداية تكتب لي أداة السؤال هنا أداة السؤال طبعا نبدأ من إلى الإنجليزي أداة السؤال الفعل المساعد هنا الفعل المساعد إذا أداة السؤال بالبداية وراها الفعل المساعد أداة السؤال فعل المساعد بالبداية عند أداة السؤال بعدين عند الفعل المساعد وراها الفاعل وراها الفاعل وراها الفاعل وراء الفاعل وراء الفاعل الفعل الفعل الرئيسي الفعل الرئيسي ثم التكمله الفعل الرئيسي ثم التكمله راح اعيد القاعده مال اداه السؤال لما تجيك اداه السؤال اللي مثلا وات وور اكتب لي هذه الملاحظه هسه راح ناخذ عليها مثال اكتب لي القاعدة راح أعيدها أداة السؤال الفعل المساعد الفاعل الفعل الرئيسي التكملة والمحاضرة مسجلة وراح أنزلها على اليوتيوب بدنا نسوي مضارع مستمر الجملة الأولى محلولة You are coming with us right now طبعا لا تنسون دائما إذا عندك إي لازم تحذفها عند إضافة ال ING You are coming You are coming الجملة الثانية طبعا نفي She not دانس يلا من يحل بالتعليقات she not Dennis ها اذا اذا she is not Dennis احسنتم الطلاب اللي حالينا هيك اذا الجمله الثانيه الحاله راح يصير she is not dancing طبعا لان نفي فراح نخلي is الشي تاخذ مفرد والnot ونخلي لل للدانس اي ان جي بس لا تنسون طلاب اللي تحذفونها اذا الحاله راح يصير she is not dancing she is not دانسينج لان في سؤال ثلاثة يس رام از هوست ايش راح نسوي للهوست هنا؟ حاطها هالكلام مضارع مستمر حاط لك الاس راح اضيف لها اي ان جي راح اصير يس رام از هوستنج رام از هوستنج رقم اربعة ذا تشيف مانستر ذا تشيف مانستر هوست is هوست ايش راح اسوي للهوست اضيف له طبعا ليش لان مضارع مستمر لان مضارع مستمر اذا مثل ما تلاحظون قدامكم نجي على رقم خمسة they in the drama من يقول لي طلاب هاي الجملة شنية هذه نفي رقم خمسة آه شنية سؤال احسنتم، إذا شلون راح نسويها سؤال؟ شلون راح نسويها سؤال؟ اللي هي الاستفهام، شلون راح نسويها؟ شو نسوي هنا؟ آه. طيب قبل لا كل شيء خلوكم وياي خليكم وياي لازم ابوع على الجملة، جملة سؤال طبعاً راح بما أن أنا عندي ذي فراح أقول are are they acting؟ الأكت أضيف لها آي إن جي فراح يصير are they acting are they acting هيك راح يصير. احسنتم مضبوط الحل صحيح بعض الطلاب حلوها هذا الحل بعض الطلاب عندهم اخطاء دير, دير بالكم على السبيلنج اكو طلاب ترى ما يعرف يكتب الداز غلط از ما يعرف ار ما يعرف ترى دير بالكم انتبهوا على السبيلنج عيني شباب بنات رقم ستة هي از حاط لك الاز ستارت حط لها ان جي هي از ستارتنج رقم سبعة شي ايش راح تصير لها الحل ايش راح اسوي شي راح يصير الحل ها آه. يلا اكتبوا لي بالتعليقات شي شي از احسنتم اكو طلاب حلوها شي از ريلايزنج وطبعا الاي لا تحذفونها لا تنسون حذفها عند اضافه الاي ان جي لازم نحذفها شي از ريلايزنج شي از ريلايزنج شي از ريلايزنج خلي الاز وياها لانه مضارع مستمر am i trouble am i troubling؟ طبعا هنا trouble فعل مو معناها مشكله trouble هنا اجتنا كفعل يعني سبب المشاكل am i troubling you right now الان ازعجك يعني او سبب لك الازعاج او سبب لك المشاكل am i اذا طالما عندي ام لازم احط فعل بي اي ان راح اصير am i troubling you right now مضارع مستمر خلي الفعل اي ان جي لا تنسون الإي نحذفها he is open شو راح نحلها؟ يلا شو نسوي؟ نحط اي ان جي يصير احط is is مرتين؟ لا راح يصير he is opening he is opening he is opening راح نجي على رقم 10 they jump جمله علامه استفهام يعني سؤال ايش راح نقول؟ ايش راح نقول؟ راح نقول do لو ار ار عافيه ار ذي Jumping are they jumping from the top of the mountain are they؟ ليش؟ لانه مضارع مستمر لانه مضارع مستمر سؤال اخر يقول correct طلاب شنو معنى correct؟ صحح يعني يعني معناها هاي الجمل غلط ويريدنا نصلحها طيب الجملة الأولى يقول does your English get better من هو الشاطر والشاطر يجاوبني ويقول لي شنو الخطأ هنا does your english get better ها do your english do your english get better الحاله راح يصير <applause> يعني راح يصير الحال is your english get better طيب طلابنا الاعزاء قبل شويه شرحت لكم اياها انتبه عليه وسد المايكات. الان جيت الفعل، الفعل جيت مو فعل يدل على التغيير. فعل اي فعل جيت مو اخذناه قبل شويه قلنا هو من افعال التغيير. قلنا يا يابا الفعل جيت هو فعل يدل على التغيير من افعال التغيير، طيب واحنا قلنا اللي يجي ويا افعال التغيير هو زمن المضارع المستمر ما يجيني بسيط. <متحدث> الان هو شو مسوي؟ حاط لها مضارع بسيط وهذا الشي غلط. لازم نسويها مضارع مستمر. زين شلون اسويها مضارع مستمر؟ uh, <متحدث> يور <كتبي> انجلش. <متحدث> <applause> لا راح تصير الإز، ليش إز؟ لأن يور انجلش، انجلش مفرد. يور إز يور، انتوا على بالكم يو، إز سد المايكات عيني، سد المايكات طلاب. is your English getting getting better هيك راح يصير الحل هذا عدلناها هذا راح يصير الحل هيك ليش عدناها؟ لان الجيت ما يصير يجيني ويا المضارع المستمر هذا فعل يدل على الاستمراريه يدل على التغيير هذا هو الخطا is your English getting better زين ليش ما خلينا R؟ your English English مفرد لو جمع جاوبوني مفرد انجلش هو مفرد واحد. is your English getting better ليش ما خلينا ار ما يصير؟ الدو هم ما يصير، اكو طلاب يحط is your English getting better غلط لازم تكتب is your English getting better الآن الإز الفعل المساعد. your English هذه كلها فاعل، your English كلها الفاعل و getting فعل بي آي إن جي فعل حطينا له I إن جي حطينا له I إن جي ناخذ الجملة الثانية. الجملة الثانية يقول the population of the world increases very fast. هاي الجملة بها خطأ؟ لا صحيحة فيها خطأ. شنو الخطأ اللي بيها؟ The population of the world is increasing طيب ليش؟ <applause> لأن عندنا أفعال التغيير. ال -increase. وهذا ال increase شبيه؟ من أفعال التغيير. طيب وإذا فعل تغيير إيش راح يصير؟ اكو طلاب ايش سووا؟ قال لك لا استاذ حنا صحيح الشعب هو مفرد وانكريز، لا هاي الجملة غلط قواعديا غلط شلون يعني غلط؟ الانكريز الانكريز هاي الجملة الآن هاي الجملة خطأ أعدلها شنو العدل شنو الصح مالتها؟ راح أقول the population أوف ذا وورد اللي هو الشعب هذا مفرد مفرد راح أقول از از وانكريز أضيف لها أي إن جي زين أستاذ ليش دقيقة خلينا نفتهم شنو المشكلة؟ المشكلة لأنه انكريز من أفعال التي يدل على الاستمرارية اللي يدل على الاستمرارية يعني شنو يعني باستمرارية إذا لازم أحط له اي ان أحط له مستمر راح يصير ذا بوبيليشن اوف ذا از انكريزنج أسوي من مضارع بسيط أسوي مستمر أعدله ما يصير أحط مضارع بسيط لازم أحط مضارع مستمر وهذه الجمل موجودات نصا بالكتاب At the first, I didn't like my job, but I start enjoy it now الآن now يدل على الاستمرارية الآن I start أنا بديت بديت أحبها هو بدأ بالعمل ولم ينتهي به إذا هو شنو هو بالبداية ما كان يحب الوظيفة بس هسه هو بدأ يحبها إذا بدأ بالعمل ولم ينتهي منه هذا مضارع مستمر بالإضافة إلى أنه عند الناو الآن اللي يدل على الاستمرارية إذا راح أقول I am starting إذا الخطأ ما شنو حاطها مضارع بسيط لازم أحطها مضارع مستمر وكله موجود عندك الأدلة مالتين الجملة الأولى مفتاح الحل عندك الجيت، الجملة الثانية مفتاح الحل عندك انكريز، الجملة الثالثة مفتاح الحل عندك ناو اللي هي معناها الآن واللي تدل على المضارع المستمر. جملة أربعة The doctors say she improves very well. لو لاحظت هاي الجملة كقواعديا كتركيب للجملة صح ولكن كاستخدام للزمن غلط. ليش غلط؟ لأن improve معناها بها استمرارية. إذا نقول improves يعني معناها العاده مالته يعني معناها حدث يتم مضارع بسيط هذا راح يصير احنا بعدنا ما اخذنا المضارع البسيط احنا عندنا مضارع مستمر امبروف من الافعال الذي يدل على الاستمراريه انا قاعد اتحسن يعني هذا استمراريه بيها اذا هاي الجمله غلط راح اقول شي از والامبروف راح احط لها اي ان جي لا تنسوا نحذف الاي ونحط اي ان جي صار شي از امبروفينج ايه <applause> هاي طبعا جديدة بس أمثلة يعني أمثلة بس هاي أمثلة هاي أمثلة أنا سويتها اليوم كم وياي أنتو أيوه أنا إن. طيب انت مو مشكلة انا حاطة ثلاثة وهنا احط لك اكثر وعندي الامتحان راح اسوي لكم انتم هسه انتبهوا وياي يعني يعني لا تظلون بس تحفظون انا اريدك تفتهم ما اريدك تحفظ يعني يعني لا تظلون تدورون بالجمل وين على متحفظونهن. تحفظونهن لا تظلون يدورون حفظ يعني مو كلام عليك بشكل عام افهموا يمي هسه عوف الملزمه عوف الكتاب قاعد اشرح افتهم يمي والمحاضره مسجله وراح انزلها على اليوتيوب فخليكم وياي بشكل مباشر الجمله رقم خمسه بليز دو نوت ميك سو ماتش نويز انا قلت لكم الجمله اللي بيها فعل امر دائما نستخدم لها مضارع ومستمر فراح تصير هنا اي ام تراينج احط الاي ان جي فعل اي ام تراينج اذا لو رجعت على هاي الجمل كل وحده بيها مفتاح حل الاولى بيها جيت الثانية بها انكريز هذا مفتاح الحل. كل اللي لهم مفتاح حل. الجملة الثالثة بها ناو مفتاح حل. الجملة الأربعة امبروف مفتاح الحل. الجملة الخامسة دو نوت ميك دو ميك هذا فعل أمر وأنا قلت لك إذا الجملة بها فعل أمر هذا مضارع مستمر. إذا كل جملة لها مفتاح حل. كل جملة لها مفتاح حل. راح نجي على السؤال الأصعب والأهم. السؤال الآخر اللي يجيكم بالامتحان. ي... طيب النقطة الرابعة أنا كمان انطيت ملاحظة وقلت لكم كتبوها المفروض أنت كاتبتها يعني قلت لكم إذا جتك الجملة بها فعل أمر إذا جتك الجملة بها فعل أمر يؤمرك إيه do not make do do آه لا تسوي ضوضاء لا تسوي ضوضاء أنا قاعد أشتغل هذا آه عفوا الرابع الرابعة improve 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 فعل يدل على الاستمرارية، موجود من ضمن الافعال التي تدل على الاستمرارية، ياخذ ING دائما، ياخذ مستمر. He is improving يعني هو قاعد يتحسن، هذا باستمرارية، هذا مو مضارع بسيط. هذا ليس مضارع بسيط. نجي على السؤال الأهم جدا. يقول لك change the following sentence into questions. أولاً يقول لك غير الجملة إلى سؤال، هاي واحد. ثانياً يقول لك يقول لك بالامتحان write the question او يقول لك اكتب لي سؤال او يقول لك make a question او يقول لك make wh question او يقول لك asking about the underlying element ask اسال يعني هاي كلها طرق الاسئله شوف كم 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 حاله؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس حالات خمس حالات للسؤال يجيك بالامتحان يقول لك change the following sentence write the question make a question make wh question ask اسال سؤال هذا كليته نفس الشيء معناها اريدك تكون سؤال وهذا الموضوع جدا مهم وراح يجينا وراح يبقى دائما بالفاينل يجي علي سؤال كامل عليه 10 درجات 10 درجات هذا يجي جدا مهم هذا السؤال واغلبكم حتى على اليوتيوب ما موجود عليه شرح يعني وحتى المدرسين ما يركزون عليه لذلك انا اليوم راح اركز عليه حتى نحل هذا السؤال راح نخليكم وياي ركزوا وياي وانتبهوا عليه زين انتبه عليه زين اولا حتى نحل هذا السؤال طبعا هاي الخطوات كلها موجوده بالملزمه انا انصحكم تشترون الملزمه لان بها كل الملاحظات الملزمه وين موجوده استاذ مكتبه موجوده بكل المكاتب نفس هالمكاتب اللي انتم تشترون من عندها والرابط ناشره بالقناه مال مال التليجرام تدخل على قناه التليجرام وتشوف المكاتب اللي موجوده وعندهم توصيل كذلك طيب انتبه علي زين وما اريد نضيع وقتنا زين دكتور دكتور سؤال الملزمه كم يونت؟ 25 يونت ب 25 يعني جزء اول 25 وجزء ثاني 25 يصير 50 يونت وان شاء الله ورا نص السنه راح انزل لكم ال 50 الثانيه. طيب نجي هنا I am I am eating dinner right now طيب حتى نحل هذا السؤال لما يقول لك اسال سؤال عن ما تحته خط يعني يجي لك خط جرى خط جواب يقول لك اسالني على هذا الشيء هاي الكلمه سوي لي سؤال عليها هيك راح يجيك سؤال بالامتحان هيك راح يجيكم سؤال بالامتحان طيب شلون راح اكون سؤال على هذا الموضوع انتبهوا علي زين واكتب يمك ملاحظه اولا اولا نختار اداه سؤال مناسبه اولا ملاحظه اكتب لي يمك الملاحظات يلا عيني على اخوان شدوا حيلكم يلا ما ضل الوقت اولا نختار اداه سؤال مناسبه اولا نختار اداه سؤال مناسبه اذن اولا نختار اداه سؤال مناسبه ثانيا ثانيا نرتب 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 الحل وفقا لقاعدة السؤال، نرتب الحل وفقا لقاعدة السؤال، القاعدة مالت السؤال اللي نطردكم إياها قبل شوية اللي هي مال أداة السؤال والفعل المساعد، نرتب الحل وفقا لقاعدة السؤال. ثانياً نرتب الحل وفقا لقاعدة السؤال، قاعدة مال السؤال الدبليو اتش بالبداية عليها تحل. ثالثاً ثالثا الكلمه التي تحتها خط نحذفها عند الاجابه عند تكوين الاجابه عند تكوين الحل يعني الكلمه التي تحتها خط يجب حذفها الكلمه اللي جواها خط لازم تحذفها من تريد تكون سؤال الكلمه اللي جواها خط لازم نحذفها الكلمة التي تحتها خط يجب حذفها. الآن عند هاي الجملة انتبهوا علي زين راح أحل لكم أول اثنين والباقيات نحلهن مع بعض. باوع علي زين وانتبه شلون تحل إخوان انتبه علي شوف شلون أنا راح أحل وأنت فكر نفسي. أباوع على الجملة I am eating dinner, dinner right now طيب. القاعدة مال السؤال أنا عندي حافظها أجي على رايت ناو الآن رايت right ناو هي هي ظرف ظرف زمان بدل ما رايت right ناو أقدر أكتب ناو الآن يعني معناها الآن يعني هي يجيك بالسؤال بالامتحان ناو الآن مثلا أو يجيك يسترداي أو يجيك المهم هو زمن يعني بغض النظر الآن أنا منطق ناو لأن إحنا عندنا زمن المضارع المستمر بما أن أنا عندي ناو بما أن أنا عندي ناو إذا هذا زمن بمن اسال عن الزمن؟ بالوير لو بالوات لو بالوين؟ بمن اسال عن الزمن؟ بالوين بالوين، اول شغله راح اكتب اداه انا عندي قاعده كتبت الوين كتبنا الوين ورا الوين الفعل باداه السؤال ايش راح يجيني؟ طيب خلينا نكتب ندى بالله هنا ندى از ايتينج دينر ناو طيب وين ورا 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 الوين يجيني الفعل المساعد شنو موجود عندي فعل مساعد هنا؟ do does is are am شنو عندي؟ هاي الاز كتبناها ورا الفعل المساعد بالقاعده انا اعطيتك اياها ورا الفعل المساعد شنو؟ هو ندى الفاعل لا مو شي غلط لا مو شي غلط غلط شي تكتبين شي غلط وين از ندى ورا ندى ايش قايل انا ورا الفاعل ايش راح نختار؟ الفعل اللي هو eating هذا eating كتبته where when is ندى eating واكتب dinner انزلها مثل ما هي هذا الحل انتهى يصير اكتب ناو انا بالسؤال واحذف الناو نحذف اللي بلونة. نحذف اللي نسال عنه ليش؟ لان هو انا قاعد اسال عنه هو انا قاعد اسال عن الناو أنا احطها بالسؤال؟ انا اريد اكون سؤال اقول وين از ندى ايتينج dinner متى تاكل ندى العشاء هي صار الحل ايش سويت انا خليت الوين طبعا ليش اختاريت الوين استاذ محمد الله يرضى عليك كان ما قاعد افتهم ليش اختاريت الوين الوين لان سؤال طيب ليش اداه سؤال ليش 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 وين ليش وين اداه سؤال ليش اختاريت وين ما لان الناو الان اداه زمن الزمن التعبير عن وقت بما ان انا عندي وقت فراح اقول وين ليش حطيت الاز وراها لان انا منطيك القاعده يمك القاعده موجوده يمك تقدر ترجع بالتسجيل وتكتبها يمك عادي ورا الوين عندك؟ عندك از الفعل المساعد لو عندي ار كان خليت ار لو عندي هاف كان خليت هاف لو عندي كان كان خليت كان ندى الفاعل مالتي نزلته مثل ما هو والeating الفعل الرئيسي نزلته مثل ما هو صارت eating مثل ما عندي والدنر نزلته شلون؟ شلون؟ ما قاعد اسمعك شو تقول انت وين؟ <أتنج> ايتنج شنو المشكلة؟ طيب اذا الناو هنا راح احذفها طبعا اذا واحد يسالني يقول لي استاذ ليش حذفت الناو من كونة سؤال؟ لان هو انا قاعد اسال عنها فلازم احذفها صار صار اذا ندى از ايتنج دينر ناو راح اصير وين از ندى ايتنج دينر وانتهى الحل سد المايكات اخوان، سد المايكات. قول he is sleeping soundly طبعا ساوندلي ظرف يعني 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 بيش اسال عن, عن الحال؟ كيف اسال عن الحال؟ باي اداه؟ من يقول لي؟ الوات لا الوات غير العاقل. الوير عن المكان. هو. نعم نسأل عن الأداة بهو إذا خلونا خلونا وياكم هاي الجملة علي اللي عليكم اللي وراها عليكم راح انزل هنا بالبداية الهو اللي هي أداة السؤال خليها كابيتال حرف كبير وراء أداة السؤال الفعل المساعد اللي هو الـ is هاو إز وراها الفعل الرئيسي اللي هو هي خليته سمول لان مو بالبدايه بس بدايه الجمله تصير كابيتال. هاو از هي والسليب نزلته مثل ما هو وخليت لها جي و sleeping دقيقة عفوا how is he sleeping واكتب ساوندلي لي مو صحيح اكتب ساوندلي لي وما اكتبه عافية بالابطال ما شاء الله عليكم اذا ما نكتب ساوندلي ليش؟ لان هو انا قاعد اسال عليها شلون تكتبها؟ هو انا قاعد اسال عليها هو هو انا قاعد اقول لك اريد تكون لي سؤال شلون تجي تحطها بالسؤال فما راح نحط اللي نسال عنها ما راح نحطها نجي الان What are you eating dinner? Where we are eating dinner? عافية راح نجي نختار أداة مناسبة طلاب إيش راح نختار؟ هاي الوات كتبتها لي... ليش كتبنا وات؟ أه. شنو هو؟, أه. هو؟ أه. الدنر العشاء غير عاقل اي الدنر وات ورا الوات ايش راح اختار؟ اختار فاعل مو صحيح؟ الفعل المساعد اللي هو الار عافيه ار وات ار والفاعل مالتي تحط يو مثلا وات وات ار يو طبعا انا ابوي احط يو لان انا قاعد اسال يو وات ار يو والايتنج انزله مثل ما هو واحط الدينار مو صحيح احط الدينار؟ عافيه هسه واحد يسالني يقول لي استاذ هي مو لا سويتها بيو دائما اذا جتك الوي خليها يو لان انا هسه انا قاعد اسالك انا قاعد اسالك هسه انت انا اقول احنا دا ناكل عشاء اريد اسال سؤال اقول احنا شناكل؟ اكو واحد يسال روحه انا قاعد أسأل قل لي وات ار يو انت ايش تاكل؟ راح يجاوبني يقول والله احنا انتم ايش تاكلون؟ والله احنا ناكل كذا انتم ايش كذا هيك والى اخره she is cooking يعني فبتح فبتح لا أدوات. لا اختيار الادوات تعتمد على الكلمه الدينر عاقل لو غير, غير عاقل اختار وات ناو <applause> no. شنو يعني زمن نختار وين هيج. <applause> she is cooking دولمه تحبون الدولمه العراقيين اهل فريد تدو ما شاء الله زين شي از كوكينج دولما يلا يا ابطال ايش راح نختار يا اداه نختار الوين مو صحيح يا نختار الوين يا الله مو ها اه وا نسيت 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 وات ورا الوات شنو وين نختار ورا الوات ار مو صحيح ار عافية <applause> What is What is cooking نحط الفعل مو <applause> عافية إذن عافية نعيدها مرة ثانية الوات أداة السؤال بالبداية ليش اختارينا وات استاذ محمد ليش اختارينا وات لأن الدولمة غير عاقل هي الدولمة لو عاقل كان صاحت وقالت يا ويلي من العراقيين من كثر ما يأكلونها طيب الوات وراها نخلي is لان فاعل مفرد وراها الفاعل اللي هو شي وات از شي والكوكينج هاي مثل ما عندي قدامكم راح اكتبها وات از شي كوكينج والدول مهم اكتبها مو صحيح لا لا لا. عافيه بالابطال اذا الدول ما احذفها ليش لان هو انا قاعد اسال ماذا تاكل عافيه عافيه, عافية. راح اصير وات از شي كوكينج ناخذ الجمله اللي براها الان انا عندي باي اذا يجيك باي بيش اسال طلاب طلابنا الاعزاء دائما دائما اذا 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 احنا ركزوا يمي راح نختار اداه السؤال شنو راح نختارها وير ليش وير لان دا اسال عن المكان اقول اي ام سدوا المايكات اخوان شويه سدوا المايكات طلاب سدوا المايكات عيني سدوا المايك سد المايك الساعه سهل خامسة سهله تعرفون انت ما يحتاج لوتي انتم هاي سهلة هاي هاي سهلة ما يحتاج لها كل شيء تريدون نحلها عادي ولا يهمكم يلا ولا يهمكم راح نحلها يلا يلا لا تزعلون يلا نحلها وش راح نختار هنا وين لو وات لا وير وين عافية بالابطال وحده وحده حبه حبه يلا يا اخوان وين ورا الوين ايش راح نختار ار يا ليش اختارينا الار ليش ما اختارينا از لان انا عندي ار ورا العرش راح نخلي؟ كتبنا الذي هاي وين هي؟ ورا الذي شنو هو؟ هاي السليب من كتبناها والناو نكتبها لو ما نكتبها؟ من نكتبها نجي على الجملة السادسة I am playing with my friends in the trees يعني أنا قاعد ألعب ويا أصدقائي بالشارع وير أداة السؤال where زين هسه واحد يسالني دقيقه سد المايكات خلونا نشرح هاي الفقره لان اكو طلاب ما فاهمينها طيب الان طلابنا الاعزاء دائما دائما اذا يجيك الاي خليها يو لان انا قاعد اتكلم عن نفسي انا قاعد اقول انا قاعد العب ويا اصدقائي اذا واحد يسالني يقول لي انا العب لو هو يسالني بيقول لي انت يو هو قاعد يسالني انا شو يقول لي؟ يقول لي يو انت راح يقول لي يو اذا يقول لك وير ار يو وين انت تلعب يو أيوه. ليش لان قاعد اتكلم عن اي فهو السؤال راح يكون بيو احفظوها قاعده اذا جتك الاي سويها يو اذا جتك الاي سويها يو بالسؤال خصوصا يعني اذا وير ار زين استاذ احنا مو عندنا ام احنا مغيرنا الفاعل كان اي صار وي فصار الجمع وير ار راح اكتب هنا اليو ورا اليو شنو هو بلاينج انزلها مثل ما هو يصير احذف لاينج من عندها ما يصير yeah, yeah. Where are you playing with, with, with my friend؟ أخليها لو لوحذفها <applause> With <تصفيق> طبعاً أنا كنت أقول ماي فراح يصير يور يور لأن أنا أتكلم يعني أنا كنت أقول اي I يصير my إذا أنا أتكلم عن يو فراح يصير يور فراح يصير Where are you playing with your friends؟ يقول يصير احط فريند بس وحده فريند صديق واحد يصير لا ما يصير ما يصير واحط علامه استفهام بالاخير صارت وير ار يو بلاينج وذ يور فريندز وإنستريت هاي احذفها ليش احذفها لان انا قاعد اسال عنها السابعه صعبه انتبهوا عليها السابعه صعبه يقول شي از رايتنج ا لتر 3 تايمز ثلاث مرات اذا انا قاعد اسال عن عدد المرات شلون اقول كم مره باللغه الانجليزيه أنا كردي أسأل كم مرة طبعا تقدر تقول how often صحيحة أكو طلاب يقولون how often للعلم والمعلومة اثنين صحيحات إذا تلفظها how often صح وإذا تلفظها how often هم صح بس أكثر شيء how often مشائعة وإذا أستاذ how many times how many times هم صحيح how many times اثنينها صحيحات how many times إذا هاي هي دات السؤال وراء دات السؤال إيش راح أقول how how often وراح ايش نخلي؟ نخلي شي مو بالله نخلي شي لا لا عافية بالابطال اذا راح يصير how often is she writing اه ها واضح لنا هاي الجملة بيها خطأ هاي الجملة بها خطأ. صح علامة السؤال إذا ما تكتبه إذا ما تكتبها بالامتحان ترى ترى ينقصونك للعلم وللاطلاع.